عصرك إنه هدا تشوقنه وحامق عشان وحلا يراهضه هو أنت والله شقتري أم ولا ظلمي مركا لا ظلمي هو أنك الله يا وام حي وحلا يأفر جدار بحلا بالوحرة هو أنا إذا كما قيب قاضان يسهر مري تودن كا كما قيب قاضان يسهر نقالها سمين تيسي كما قيب قاضان يسهر سياسة دتن كما قيب قاضان يسهر ثقافة عالم كأنه ما أنت تشوقنا تعالى واقع ثقافة سوى شيء جيسا رجى يضمر كونه الله الله ما ورجى واحد ظلميه مركا يضمر كونه يسكر عيان سيدا قرأ يسكر عين كرانا ومحي وما لها قامض وإكسو بحانين يضمر كو قعانتا كودقا وآه بارلمان ندى يمدحوين ياشي الرئيس الوسائل تلادا ومدى يني قعانتا كودقا مركا اسبي حقوق دو دا دعسان كريا هدي كالي وحربتان قبردو يني مدبخة إيا سريرتا كدحيسو وسيدا للربا يملاو صوره إما أنا وحكاري سوا مدبخو جرته ديك لنا أنا يقولك هردده جوكته قارة هندتك إن مسلمين تينتا سأل الربطان فما واجب المرأة المسلمة بين سويديننا الثقافة المعاصرة ما أنت النولي ساسي وفكريسة حاني واركتاين الظلمي تهي الظمر كالظلمي ومحي واجبك قبرد مسلمة دي تجاهها كسارة ما ماشان كسارة أممك وحاي كفكري أنه مدهر ومرين تيدا سعي كماها دولت ده النظام كا سيستم كا وحبر الشدة وحرد من وحول لسين هاي إن بين آدم كا الله هرو مريو سواش سويدين تلي وحويان وحالله باه قبردو هداي قيبتن كا لكا قيب قادة طوا بشر وحواق كا غبان كرتا حنا واسو كردين كرتا لكن مفايدة بلشدة ووشر تمسيو وما شرته سواش سويدين انا وحويان إن بين آدم الله صار صار قف وجهد يشي قضا وقبانا يا برودكت كاسي وحكرنا شاينو نقضى قف بين آدم إيانو نقضى الضيورات أما تانجي أما كمبيوتر أما مدفع إياما بلشدة والرعب إياما سفايدة بغن يعني الصورة الصيدة اللورد عقل يا بن آدم كوا ماشا وحلقة تصيه وايو كوا نقاح عبدا يا بسيون باوح لوغو شهيقا يو اللي ماشا باوح كادم بيانكو جيران عقل يا بن آدم كوا سيدة اللو توجيهيو مردبا مركا قبدا قريقا تشوك تاين اي تاهي قبدا بلشدة وحباو هاينين وحاينتو ما مركا كمبيوتر لسمايا ما قاعد لسمايا ما ضيورد لسمايا با شو مركا بنا ادم لدلاء الله صو ساري لكوريا لكيانو بلشدة ايما او فايدة بدن وحالهو با انت اي نوارك انو الدوني دن كوركيا دا وحان سارانا اي نو لدغم انو بنا ادم كاو غالسا قفك بنا ادم لدلاء اي كوريا اي كان بلشدة كسو داري اي قفك بلشدة ضيورد وسمايا أما تانجي وسميه قاري إيما بلشدة وحو قبطي لبضبا وحوي قبطي سا إيما الرون حنونك الروح الرون ورشد بن آدم كصوص عرطا كالرون ورشد برها صوص عرطا ورشد بن آدم كصوص عرطا كالرون ورشد الضيوردة صوص عرطا عدي سوي دارسي أتل الرقي يدو مربة تانجي هسا مأيان رقي يدو مربة ضيوردة هسا مأيان رقي يدو مربة كمبيوتر هذا هسا مايان إن بدنو كم إذا وايد عضا إلا بدو بينا يديورة دي كمبيوتر يو تانج بسو صاري دو مر نواسا مايان رق نواسا مايان لكن بلشدو دي وي خسارت ما أنت وحي قريان دو ديو غرر قلباتكو إحسائيات ما هشيكو يو وداد وحو شاقي ماها وإحسائيات إحسائيات وي ستاتيستيكس وتركوبيو حقيقات المامية يوروب وي سي يرانيسا أما نينك عادي وسي يرانيا وسي جوابيا ووحتر يرانا يا بيلي تقال كي لبادة الدوني دا وحياي كاقب حين جيرمانية فرانسيسكو ترادي ودب قواها ترادو إمي كي يهيبا كير ومدان كنتان صنع كربا وكورين كور هاسو سعطا وحيليين ودان دا انت حول السمايو حول كوا وحن يرع عبرت الوريدو ناربطان عبرت الله سارو انت حول السمايو يا انت تابوت السمايو تابوت كوا ميتكو مركو دنتو صندوق يرعي كوريدان صندوق ميتك لغو ريدو يا صندوق يرى المار داشي لغو ريدو يربو حبادان صندوق ميتك لغو ريدو يعني دادكار دنتا وحي كبادان يين محي دادكار داشا ودكنا چوكتان هدي وحر داشاية وحر دنتا بادان يين تيرادا دادكو محي نغانيسا مركا توين يراتا إلا انتا كسو كور ديسا وحكا بادان مركز طبا انتا ديمانيسا تا معنيه دي وحويا وين يراتا حيلين داء دي شقد لغو قبانيي دادك واوين با وحي كبدايهين دادك يرير وقت دو هدي لسي سعودان ابو حيليين دادك بنشاك قاتيان شقد با قبان كريني فردية ايا وحي كبادان دونان دادك عشور تبحية وحقبانيا تامان ايد وحويان وامد قبوبيسة قف قبوبا يدوك اكي چرتين اميان مقشين ومدلانو قبوبيس
وحيلين نك عادي وح كسي صعدة furnishing spices بيل هذا حيوان نظر منقرض كأنه ما أنا يكمدي أنت أنا دبر قوي هلا قبته بيلي إن قبرنا ضيورة دولسه أو كمبيوتر سمايسه أو تانجي سمايسه أو وح لقعد حلا إن يبلشادو مرتة أو جبودو أو يرتا لقعد حلا theory ما هان لي هاي وأركت مسلم هو قبائل وحلا يهوا مركي كوي رمايسنا practically تجابيه وحكا صباحي ما أنت وحقون كودي يدولة هودي وحيليهين ضدك هوان كنا أنققا عنه إن أول بقى يداد أنت يدل يشرتين يدشوا هو يداد ماها هو يداد وقلاد يدقالك قشية سياسة قشية مركب حيلين إن أنت أيداد أنت يدل يشرتين يدشوا أنققا عنه وإلا ومرنا نبيلي سلا أنققا عنكرا في منس جروب اسمه اسمه جامعة ثيورية دان لغة جاية تي في دي بقى ورمايا جرائد كيبا كوارمايا دولدي وحي حوغي حول الهيان وحي سيقو جيين ان وحلا دالو وحي وحي لان يوروب مانتا لبقو فوق ستويس قبا لبدي بدالي لها مدالان ودنكا دشي سيه قريه سمكا لسوق بيه مدد كيسا ودن قرى ايار داله 2.1 سيو قادة يعني growth كما تشيريه وكتشيريه انو هل كيسي تشوغي كارو ودنكا سينبا ايدادن انك ستو يوروب كيه اللوا مسلم والبانيا يوروب اردامي و 1.3 1.4 1.9 يعني لبدي قف لبدي بدلي لها مدلان دولدو غوانا باي قاتين مركا غبدر دشا مثلنا الودن كان جوغ جيره غبدر دشا هدا دل مدشو ان ادل مدشه با 500 دولار لهده وابال مرينو دولدو كسينيس هدا دل مدشو وحد لهده هبال ليهي سنه فصحه واد مشهر كاغي بقولكي بس 8 تن قادانيسو واي علمها ربنا ان كرب ليينو بلشده كم نقضه مركا سياد علمها او كوريسود بلشده او غمدن بكتيد مشهر كيات قادم شرت ميل كستبا كشقيه بقول كي بس ديت أنا قوس عضو وهذا ما المهدور دش سيلور دي رجليه أضيع لفتي سب الفسح وبهي بين هذا أضيع وحبر دارين سووا سنو حبهي سو عاوية بيلي نسلان طاع المهدور دش بلشده وحكي سوكر بسي وحي تلمام يعني منطقة يجو يقال سدي وفكر تشرين يا أحد إن مال وحلو هرم ريال الله وضو يا الله ربع إن لدي رجليه دولته هي النظام كي وحي ليين هل قرصده وحل الدلو لكن دات كي مرة بان سهاشة مركة أنا دين شيقية وحي طي أما يدوي دينية دات كي تجربية جواب تنبيها يعني إنك أنا ما أنت ثقافة دي بادي بلاي روغو آخرين يوحى للربائن إنو الله مدن قلنه إياقو مركة إلالي وايين ودنده دي وحي ليين وايو بربورة يعني سيدا أوغيد أن قحونتي قادنه قحونتي قمالين لاهي باللوقع طابا ومالينسان حيو أقبل أيان دتكن بدت اللي يرى أو حوجن أو شقين كرا أو حدالي كرا أو ثقافة ده المذاع رميسن أو بلشدة وحكوسه كورين كرا هلون بيكعب سقابان دتكن أرمي كل شركين بدلان هل جودة ده لسيدي أما الله قال سين لا ما فكرة الله قال سين لا ما عين كان وين حاجة لودة ده له لكن سودين توده وين لسوداية ودم والبا أنتي وبا هي مركو قاتل ووتشوتشيا وحلاه ودن هبل شرع لقى ما بحية ودن كلا لقى بحية ككلا دتقو عررة كاسي أنتي وقادنا هي مركو قادة ووتشوتشيا كي هرا فرا ويدك يسولي وحبرنا ليانو دتك كان لله عيد وما أقبشه يو بن آدم هن ولادان هذا يكرر بن آدم من النولايا مهل كيس بكسيان عوق حنيا يلا ربنا النولادو ما ودن كتشوق الله هرو مريض حلو بوب يا لو دعيا لو دلي يا لو حماينيا دل ربنا النولادو سوريا ما سوريا يدو تشوكتا وح لو قبتو حلو أرني يقحون تجده إنه أقبل إنه قادنا إنه فهلا نواجب كلابات أما هوش اللابات هوانك مسلمة ده الله جرب وحويان جيل إلهي يقانو مسلمين يسوكر بسه نين ما سوكر دين كره عد كلو شقادا قبان كرتانا ما شرتو عد قرى قبان كرتا إلهي وقو تلقى لي وهوانك شقادا قبان مسلمة ده لباد مركا وحي تهي إنه وحدا شو معنى هيدو حويان إنه نغطو ورشدي بن آدم كسو سارسة وإلا بن آدم كو دبر قايا ورشدي بشكة دي ورشد تانجي الله هستيه كمبيوتر رو كمبيوتر رو بن آدم من نغضان ده يردون بن آدم من نقضان وحلو بهاي بن آدم إن لكينه بن آدم نقابك قرى وكوية ما دوا قابك كان شغط الله بعد اللي قربا وحوهيا إن كريسو إن كريسو وهول آدك إن لا دلاسة وهول فضوط مالك الله بعد اللي سنين عبده دلستة إيه كورينتا كورينتا آدك دلستة أدك جهد كامل ربطه يا إلهي بقف كان ماشا كو أبو رأي أو وحو عنا يا ماشا أو قايا أو لكن إنه كريسا عقلية تلاقية متابعية حوق بكار ربطه هذا يكار ربطه دوني دمان تلتشوغو وحي كعباني أنا وحلي دا child delinquency child delinquency وجنوح الأطفال وعرورة الدنبيلية شاه
qaanunka reer galbeedku wuxuu sheegayaa qofku 18 jir markuu gaadho ayaa xabsi la geyn karaa, la xidhi karaa wacaynkan. 15 jirro, 16 jirro, 17 jirro dunidii waa la isee loo gelayaa. Waa kuwan imanka ogolaaday juvenile prisons, xabsiyada muraahaqiinta. 16 hadduu gaadhaha la xidhay bay leeyihin, laakiin xabsi gaaran xabsiga weyn hayn ee u gaaraha lagu xidho. Caruurtii way sii xumaanaysaa. Waxay leeyihin problemku waa maxay? Mushkiladda koowaad waxay leeyihin caruurtani ima inay ku soo kortay meel dadka lagu koriyo. Matalan hadii la yidhaha dumarku ha dhalaan, laakiin markay dhasho baan hagaha geyso ama kindergarten meelahan caruurta lagu hayo dhulka iyadaa shaqo tagto. Waxay leeyihin kuwii meelaha lagu soo koriyey baa ugu badan dunuubtan dadka geystay, kuwii ku soo koray baa ugu badan bay leeyihin guri aan labada waalid joogin. Taa macnaheedu waxa weeyaan haddii la rabo bulsho hagaagsan in la soo saaro, ilmuhu laba waalid oo koriya waa inuu helaa. Labada waalid inaad 4 caruura lagu yidhaahdo hay oo subaxii intaad shaqo tagto 4 ciyaala soo dumar un maaha, waxaynu caruurta la rabno. Gabadh shaqaalada aan qorno, 4 ciyaal aan u dhiibno, inta laga soo raro waxyaha hayso. Taasi ma bedeli kartaa laleeyahay hooyada? Hooyada ilmuhu wuxuu ka barto kama barto qofka dumare 4 hayse aan dhalin de 4 aanay dhalin shaqaale ku mushahar ku qaadata kama soo baxo. Naxariistu hooyadii ka hela kama helo, koristu hooyadii ka hela kama helo, danaynta uu hooyadii ka helay danaynaysa kama helo, ma noqdoba ilaa psychologically qofkii la rabay. Idan waxa leenahay hawsha labaad ee bulshada muslimka ah la rabo inay qabato gabadha muslimadii waxa weeyaan inay si gaara u koriso ilmaheeda. ilma kale ku darkan iyo waxaasi waa tilig, waa waxyaabo dheeraad oo kale, laakiin asalku waa inuu ilmuhu ku koro guriga aabihii iyo hooyadii. Asalku waa inuu laba waalid koriyaan. Asalku waa in la tarbiyeeyo, la rabeeyo, gurigoodu ilmuhu ku bartaa cadaaladda iyo tala wadaagga iyo akhlaaqda fiican iyo naxariista. Waa haddii ay waalidku yihiin waalid soo jeeda. Ilmaha yar waxaa lagu rabeeyaa maxay? Soomaalidu inta badan inuu wax cunaa unbaa muhiimadda ah. Waxa kale wax weyn ma moodaan, ilmuhu agtaada ayuu ku gaajoonin. Hooyadu inta badan taasi ka fikirtaa, aabuhuna wuxuu u soo shaqaynayaa inuu ilmaha siiyuu gaajoonin. Haddii hooyada ama aabaha la yidhaha ilmahaaga wuu gaajooday, waa naxayaan, waa warwarayaan, laakiin waxa ka muhiimsan diinta iyo dhaqanka uu qaadanayo, qaabka uu ummadda hadhow ula dhaqmayo. Haddaad cadaalad rabto, gurigu ku baran karaa. Innagu cadaaladeenna waxa weeyaan, oday Soomaaliyeed baa la yidhaha caruurtaada ayaad u jecesho, kii buka kii maqan buu yidhi. Kolba ka maqan baan ugu naxdin badnay, kolba ka xanuunsanaya baan ugu jilicsanay, kolba kii yar buu yidhi anigu saan u kala jeclay. Waa 3 buu leeyahay. Kow yar baan marba u jeclahay, marba ka maqan un baan ugu warwar badnay, marba ka xanuunsanaya. Laakiin sida rasmigii waxa weeyaan in loo cadaalad sameeya ilmaha ka weyn iyo ka yar iyo ku dhexaba, in naxariista la baro, in waxa tarbiyada loo yaqaano dhan ilmuhu gurigu ka qaata. Waxaan markaa shayga labaad ee gabadha muslimada laga rabaa bacda cibaadati illaahi subxaana wa tacaala waa inay jiil cusub ama dhiig cusub ummadda ku soo kordhiso, si ummadda isu bedasho oo horumar uu gaadhi karo. Waa in jiil cusub isoo kora. Maanta thaqaafada galbeedka ka socota labadan shay aan sheegayba waa cagsigeeda. Dadka diin iyo caqiide cidina kuma tarbiyeyso, way sii lumayaan. Dhasha dambe iyo siday tahayna waxaa la isku dayay inay dawladdu dadka yeelato oo ilmaha ka fikirto, cid walba ka fikirto, laakiin dawladdii waalid noqon weyday, caruur la dhali kari weyday. Dawladda sistamada ka dejisani waa sistamo aad ugu eexaynaya caruurta iyo korintooda iyo waxa kan, laakiin bedeli kari waaye gurigii, hooyo aabe noqon waaye, iyadoo ay lacag badan ku bixinayaan oo wax badan eegayaan, waa hooyo aabe noqon kari waaye. Walidaalika ayuha ikhwa, bi'a mulawatha baa ku jirtaan, yacni la sumeeyey oo TV-gu iyo jariidadu iyo siyaasigu iyo wax waliba waxay sheegayaan, gabadhan madbakhaha laga soo saaro, gabadhan 4 derbi ku xidheen ha ka soo baxdo, gabadhan xuquuqdeedii baa ka maqanay ha raadsato, gabadhu xaqa ay doonayso. Markii la tajribeeyey waxay isweydiiyeen, gabadhu xaqeedii ma heshay mise may helin? Iminka gruubaa jira Yurub dib u doodaya oo haweena oo ku doodaya gabadhu gurigii ha ku noqoto, ninkana ha la siiyo bay leeyihin double wage ama family wage waxay ku tilmaamaan. Mushaharka ninkana ha loo kordhiyo, reerka ku filan kan intii la odhan lahaa labaduba ha shaqo tagaan, midna caruurta ha haya midna ha shaqo tago, laakiin kan shaqaynaya wax reer ku filan ha la siiyo bay leeyihin. Maxay sidaa u leeyihin? Waxay leeyihin gabadhii baa la dulmiyey. Oo see loo dulmiyey? Sawtan wasiiradda noqotay, madaxweynaha noqotay, ee bankaradda noqotay, ee khabiiradda, ee professoradda, ee xagga joogta, waxay dhahdeen gabadha dulmi baa ku dhacayo. Laba goor mid unbay dulmantay bay dhahdeen, imaa inay hooyanimadii iyo xanaankii waalidnimaba weydo.
waxbaba may guursan ama waxbaba may dhalin ma dhalays baa laga dhigay intay ragga la baratamaysay waqtigiiba dhaafta guurkaba waxay eegaysaa ilaahay hadaan caruuriyo waxaan dhaalada waan hadhaya xisbiga meel hoos aan ku dhacaya saan xisbiga u hoggaamin karo dawladda u hoggaamin karo waa inaanay guri iyo caruuriyo waxaan ku mashquulinde waa inay xagga hore tagtay madaxweyne noqotay siyaasiyad noqotay waxaan noqotay laakiin waxay leeyihiin laba dhib laba dulmi bay qabtaa ima bay idhaahdaan inay hooyanimadii iyo waalidnimadii iyo caruurtii waa fitra ilaahay ku abuuray ay weydo gobla noqotay ama bay idhaahdaan inay laba shaqo qabato dumarka galbeedka jooga bay idhaahaan inta wax dhalay laba shaqay qabtaan bay idhaahaan sida ninkay 8 saacadood shaqo tagaa hadhow guriga marka la soo noqdona 8 kalun bay shaqaysaa bay idhaahaan ninkuna uu seexdaa idan gabadha tan laba shaquun baa la geliyey baa la leeyahay waxba looma kordhin 8 saacadood ay xafiiskii ama wasiiradahayd ama caynkan ahayd ama baanka shaqaynaysay ama waxaan ka shaqaynaysay yurub dee halkan dad masaakiin ahba joogo lagu shaqaystay cid lagu shaqaystaana ma jirta dee qof waliba gurigiisa markuu soo roocay isagaa dheriga bilaaba cidkaasi horeysa ma jirto ama wasiir noqo ama baanka rahaw ama joog nin waliba isagaa dherigiisa bilaaba marka la soo noqdana bay leeyihin haddii midh ama laba la dhalay gabadha kuwan xafaayadaha ka bedel kori raashinka kari shaqadii gurigana iyada qabata marka maxaa loo kordhiyey bay leeyihin laba shaqaa loo diray gabadhuna 16 saacadood bay shaqaysaa bay markaa leeyihin 8 guriga iyo 8 dabadda ninkuna 8 saacadood buu shaqeeyaa keeba xaq la siiyey keebase la dulmiyey ninkunba guriga kharashkiisii laga yareeyey bay leeyihin sida tan ninkaa ku faa'iiday baa la leeyahay gabadhu kubay faa'iiday labaduba markay shaqo tageen dabeetana ay guursatay ninkaa wax kororsaday oo ah xaggana gabadhnimadii iyo caruurtiibuu ku haystaa xaggana lacagtiina labadooduba way soo wada shaqaynayaan marka ninkaa wax kororsaday bay leeyihin weli gabadhaa dulman saa daraaddeed gruubkan dumarkii waxay ku doodayaan gabadhu waxaa dulmiga ay ka bixi karaysaa iyaqula markay gurigeeda joogto ee ninkuna wixii dabadeed soo qabanaya iyaduna wixii gudeed ay qabanayso markaasoo qulay dulmiga ka baxday bay leeyihin ama dabadana ka wada shaqeeya gudahana keligiiba ka shaqaynaya xataa ninku hadduu yidhaha waan kala shaqaynaya ma shaqayn garanayo ama ma qabanayo wixii loo baahnaa mar kastaba ilaahay tan gabadha tan ayuu takhasus u siiyey inay ilmo korin karto wadi karto hagaajin karto oo u nixi karto hooyadu yacni fitrada ay ku kala gedisay waxay dhahaa maskaxda hooyadu multi services bay u samaysantay kombyuutarada waa tan waxaa lagu kala wanaajiyaa waa inta shaqe isku mar qaban karo kombyuutarka hooyadu bay yidhaahdaan guriga markay joogto iyadoo dheriga walaaqaysa ayaa midna dacalka haysta midna ay la hadlaysaa saddexda shaqaba way wada qaban kartaa bay yidhaahdaan ninku bay yidhaahdaan laakiin tarkiisum weeyaan wax qudhun buu qabtaa bay leeyihin caqligiisu isugu tagaa saddex shaqo mar wada qabta bay yidhaahdeen ninka maskaxdiisu marka hadduu dheriga walaaqa bay yidhaahdeen oo ku yara dacabka qabsado uu iska fujinaya war orod oo xaggaa fadhiisa i dhaaf buu leeyihin dhergiisu waa la qanayaa bay leeyihin laba shaqo ma wada qaban kara baa la dhahay waa fitradu ku abuuran yihi waayo waxaa loogu talagalay nolosha dabadeed inuu wax tarkiisiyo oo waxaa qabto hooyadaa si wada qaban karta bay leeyihin saddex caruura in midna dacalka haysto midna ay saxaro ka biinayso midna ay cunno siinayso saddexdabana ay u dul qaadan karto aabuhu suurtagal maaha bay leeyihin hadduu mid shaqo ka qabanaya labada kale waynu eriya walidaalika ayuha alikhwa biniaadamku wuxuu isku dayey in rag iyo dumarka laysweydaariyo oo dee ilaa xad ragga badh la leeyay dumarha laga dhigo waa caqliga maanta jooga qaanuunka yurub maanta waxaa la bedelay xeerkii la odhan jiray maxaa faamiliya maxaa qoysa yaa usra ah laba nin baa usra noqon karaa laba dumaraa usra noqon karaa nin iyo gabadh baa usra noqon karaa waxaasaa la wadaa ma waxaan jirin ee la rabo in biniaadamka lagu cayaaro gabadha muslimadda markaa waxaa leeyahay waajibka labaad ee saarani bacda cibaadati illaahi subxaanahu watacaala waa inay jiil cusub oo muslimo biniaadama soo saarto waa waajibuha thaani ayaanu leenahay waajibka saddexaad aan tilmaami karo ee gabadha muslimadda laga rabaa waxa weeyaan inay diinteeda ka qayb qaadato horumarinteeda hadday dacwo tahay hadday khayr la sheega tahay hadday khayr ay barata tahay inay qabato oo diintu waa xil muslimka oo dhan saaran qof kastoo muslima waa xil saaran xilkaana waxaan leenahay inay gudato ayaa loo baahan yahay xilkaas si salbiya iyo si ijaabiyaba waa loo gudan karaa ama si kale u tilmaamo qofka biniaadamkaa bay idhaahdaan waxa ugu badan ee dunida fasahaadiyey bay leeyihiin ee iyagana la fasahaadiyey waa dumar maxaantaa uga jeedaa waxay dhahaan gabadhu nin kastoo caqli badan hadday u xayd xaydato inay lumiso waa lumin kartaa bay idhahdaan ninkuna baa la yidhaha waxa uu ugu jilicsan yahay dunida korkeeda yaalla waa qof dumara qof dumara wax kastoo ka tirsanay nin way soo jeedin karaan hadal culamaaba wuxuu ii sheegay daraase qoladan galbeedku ay sameeyeen bay waxay idhahdeen caqliga ninka intibaahiisa waxa ugu weyne soo jeediya waa maxay waxay idhahdeen waa xabaasha xabaal hadduu soo maro bay leeyihiin markaaba qofka biniaadamka caqligusa ama ninku markaaba wuu naxaa xabaashu
thinking bay ku abuurtaa maskaxdiisa qayb ka mid ah markii ba shaqada bilowdo bayna haduu qof dumar arkana bay leeyeen markaaba maskaxdiisu intibaah bay sameysaa dadka dadka lumiya waxay ku tala galeen markaas si mujtamaaca loo fasahaadin karo in gabadha la fasahaadiyo oo kuwan samaystay waxaan la yidhaa design engineerski iyo waxa kale waxaa la isku dayaa gabadh kastaaba halkay u qurux badan tahay in la muujin karo qofka bini'aadamka jirkiisu isku wada mid maaha mid baa wajiga u qurux badan mid baa dhex u qurux badan mid baa dhabarka u qurux badan mid baa addimada u qurux badan si ninka ama mujtamaca loo fasaadin karo styliska waxay ku salaysan yihiin qof kastaaba halkuu u qurux badan yahay inuu bannaanka soo dhigi karo maadaama loogiyay gabadhu inay nin fasaadin karto tusaale aan idin siiyo professionka reer galbeed ee ay kaga warramayaan iclaanka waxaan la yidhaa advertisementska boqolkiiba 80 ama 90 advertisementka gabadh baa advertise garaynaysa se waa advertise garaynaysa tayraad arkaysaa la rabo tayrka gabadh qaawan unbaa meesha soo boodosaad gabadha warkaysaa unbaa tayr soo daba soconaya gabadh iyo tayr maxaa ka dhexeeya gaadha la xayaysiinaya sidaad gaadhigii intaan la keenin gabadh qaawan ama gabadh ordaysa ama gabadh baad arkaysaa kadib baa gaadhi ka soo daba baxaya iyadaa daaqada laga furaya waa fuulay everything la xayaysiinaya gabadh baa lagu xayaysiiya waayo waxay ogyihiin ninka soo jeedintiisa waxa ugu tirada badan leh inuu gabadh yahay walidaalik baa gabadha ilaa waxa ugu hooseeya jidhkeeda ay mare ku xidho waa la xayaysiiya wuxuu doonaba ha noqdo mare qof dumare xidhato aan la xayaysiini ma jiro ayuhal ikhwa gabadha muslimada markaa xilka diimeeda saaran waa inay sasturtaa hadday sasturto mujtamaca islaaxaysa weeyaan gabadhu hadday jidhkeeda qura asturato macnaheedu waxa weeyaan mujtamaca islaaxaysa hadday jidhkeeda asturato macnaheedu waxa weeyaan risaalatu lxushma bay bulshada dhex wada risaalada xishoodka ah ninku gabadh qaawan hadduu arko markiiba afku la gelaya ilaa awalba hungura ka hayay laakiin gabadh xijaaban hadduu arko xataa hadduu nin dhaqan xun yahay waartana waa xidhxidhanta iska jir buu isleeyahay hore uguma dheerayn karo laakiin gabadhu hadday ise soo qaawiso ama ise soo carfiso ama ay samayso nin iyo mujtamac iyo wax walba way fasaadin kara idan waxaa leeyahay xilka gabadha muslimadaa saaran waxaa ka mid ah inay asturnaato asturnaantu ma aha un inay ilaahay ka baqaysay oo qura ee wax weeyaan bulshadaa dani ugu jirta bulshadaan fasahaadaynin hadday gabadha muslimantii xijaaban tahay iyagu cagsigay u wadaano waa maxay waa in bulshada la fasahaadiyo marka gabadh qaawan iyo gabadh ordaysa iyo gabadh shaqaynaysa wax walba qof dumaraa la dhinac wada si bulshada inta kale ay u fasahaado iyaduna hadday shaqadan bilowdo iyana waa fasahaadsantay inta ka soo hadhay mujtamaca nuska kalena waa fasahaadin karaysa haddii la rabo in mujtamacu islaaxo waa inay gabadhu wanaagsanaataa haddii la rabo inuu mujtamacu islaaxo ilmaha soo koraya waa inuu fiicnaado haddii labadani ay fiicnaadaan macnaheedu waxa weeyaan bulshadani waxay u socotaa dhanka fiican waa bulsho mustaqbal leh oo la rajaynayo tan macnaheedu ma aha inaan leenahay gabadha muslimadii ama cilmi ma baran karto ama ma shaqayn karto ama bini'aadamku duruufo kala gedisan wuu leeyahay laakiin duruufuhu waa nawaadir waxna waa bulshada caamka waxa loogu talagalay waxna waa cid dhib gaari haysataa waxay qabanayso bulshada caamkii qaabkay u noolaanaysa waa inuu qaabkaa noqdaa laakiin waa dhici kartaa qof dumar oo agoon haysata reer aan biilkuwa ku filay inay ku kaliftay ninkiiyo gabadhuba inay shaqo tagaan wax badana waa dhici karaan markaana waxaa laga rabaa hadday qaadato inay shaqo qabatana shaqo xushmo leh oo gabadhnimadeeda ay ku caafimaad qabaysa inay qabato gabadhu way shaqaysaa ina nebi maxamed baa shaqaynaysay oo nebi maxamed u timi calayhi salaatu wasalaam oo u sheegtay gacmaheedii inay adkaadeen oo weydiisanaysa ilaahay rasuulkiisa iyo waxaad isiisaa qof khaadimo ii shaqeeya bay ku tidhi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax ka khayr badan muu kuu sheegaa iyadoo khaadimaydoon shaqaalay rabti nebiguna wuxuu ku yidhi wax ka khayr badan muu kuu sheegaa waa maxay ku yidhi habeenkii markaad seexanayso 33 jeerna subxaanallah dheh 33 jeerna alxamdulilah dheh 34 jeerna allahu akbar dheh taasaa kaaga khayr badan culammada badh baa yidhaahdaa qofka laazima wardiga kani maalintiisa nashiid buu noqdaa qof xooggan oo shaqadiisa xataa qabsan kara ayuu noqdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisii khaadimna kuma darin ee xoogse buu ku yidhi waxaanu wardigaana wuu baray waxaan uga danleeyay markaa gabadh xakiimadii way jirtaa sidii khadiija gabadh deeq badan oo wax bixinaysay waa jirtay sidii zaynab intay gacanteeda ku shaqayso wax samayso ayay sadaqadaysanaysay gabadh cilmi badan oo raggu cilmiga u soo doontaa jirtay caaisha cilmi diineedna way taqaanay cilmigii kale waagaa yaallayna way taqaanay dhakhtarad bay ahayd oo cilmiga tibka way taqaanay adiibad bay ahayd oo gabayada iyo adabka luqal carabiya way taqaanay waxaasoo dhan inta loo yimaadabaa la weydiin jiray oo laga warsan jiray 25 sannadood bay cilmi faafinaysay gabadh masaalixda caamka ee ummadda ka shaqaysa jirtay asmi waxaynu naqaanaa hijradii wixii ay nebiga iyo abibakar u qabatay calayhi salaatu wasalaam ee dhaatu nitaaqayn loogu bixiyey gabadh dagaalka ka qayb gashay baa jirtay nasiiba gabadhii la odhan jirtay ghaswat uxud markay dhacday ee muslimiintu ay jabeen dadkii nebiga difaacayay waxaa ka mid ahaa gabadha tan
سيفتي دي سيتي ونبي محمد بي دفاعي سي الى يو هل كان كله فطي ابن قمئة كي نبي قنا مركي دن بسو قاري كوفية دن مضحى برتك قنا فطي وهوسو قشي قفرنا تنا نور هل كان ابو كله فطي وين قد با هل كان قول اتشري السيفتو كاس كله فطي يدو نبي محمد دفاعي سي عليه الصلاة والسلام هوانكو كم بها الممرضات راعا نبي محمد أوله إلهي رسولك سيئو الدقال كانو كلق لينا وحكو يدي إذن كان الله يدكو مواجبين إذن كو جهات كلا ليدين حجكي إنا إيو عمردي إنا إيو رمي إنا قفصد بكو يدي وعدا إما واكو راعي إنا إيو كبو كانو كو داوين إنا كنبركو كدعان وقاضي إنا كبياو بهمان وبيا سير لوجستك سكو حلا إلا هذا عيدن كا يعني قاضي نبي إلا هو النبي قال راعي شرو لوجستك سكو قيب قال شري ما شري يعني مركا عن قضية دكو الرمي إذن لا يا هاي إن رأي غير قلبين الردين إن نتيجة ستلمام إن مليهن قبل الشقة كلام ما قبل كرتوه تام هوا حين وضنا يوحوا يوم بلشة سيد الله وأبو ريس سبحانه وتعالى يا سليم كاين يقول نقطة إن اللي دعائدين أما الله ما جن تام وحدة لسيلم كورنيس الشقة يوقف في عناد بهيسة كما شقة في عنا إن أنت إنجنيرة ده دبا بد السماء السي كما شقة ونعك سنة بلشة اللي حديدة قبل آخر شمعة فورا لشيء كورنيس كما شقة في عنا بلشة أنا وما وحتر بدنا ولذلك وحن لنا هاي قبلنا مسلمات ده أشقة ده كوا ده معاصر كي وقت جن شو كتاه وحويان كوا إن الرب قد عابده لا بد يقول لا ده يدين كذا هنا أطيعه صدق المها إذا شو إن الكريستو سيف يعني كريستو إن الكريا علمه بهي هو يا أقول له المها كريستي يه هو يا أنا أقول له إن المها كريستو سكوب من نعم مايا حلاقي بدو كنا إذا ما دام حوا حلاقي برهن يدي المو الكريو أو المها ما واحد هاي ستين جهل اللي هو كريو اللي هو بيرو ولو قلنا لما أقوم قارئ الله السمية أقوم كبدن بوبهن يا أقوم بين آدم الوكب عيال وكرية يعني قف بين آدم كريس وكب عيسى أقوم بوبهنتي سيدة إنجنيرة دي أقوم توبهنتي إذا هيوما كائنات برتة قف كبين آدم كا هلا نمركز إلهي إن لعبد الله حقوة من كذا أنا أطيع دوا الله صدق برشاد الشقادة وين أيوة هيسا وحويا إن المرضى شو كريس وكب عيسى أفر وحنا نمركز وحي كلام برشاد وافر دين تدينا وحكة غلط ومضى كلام دين تجارس يسوي داعي أهاته دعوة دنا وجه الرئيس الرسالة دنا يفافنا يسوي أستر كده يحشوت كده يحشم ده كفافناش شن هلا نمركب برشاد وحي كلام وغبا أهاته أي قمر كرتها غلط دمر كنا اختار بيو بهين ولا بهين دمر نختارها دمر كوا حبر شيء بهين ولا بهين عد وحبرته دمر كوا علوم بيو بهين ولا بهين دمر علوم النقطة وحلالي برشاد وقيم دن وبرشاد كم دبا وبهنت شقة مركا أي قبر دو قبر إيشو وين هو قبطها شقة دبا برشاد أنا وفائدة بدن آخر أنا كوا أجر بدن إلى هنا دو حكي ليس إن الحبة كمبيوتر رسم إيشو وحلاقي يا بيرك كأجر بدناته إن الدداوي إيشو أما أعرور وحبرتيد معلمة نقطيد وحن لها يقول شقة دي قفكم قبر المسلمة دي قبانة سانة وين الفطرة دي ده متوافق سنعيتها فطرة دي إلهيكو أبوري إلهي رقية دمر كسكسي وما أبوري ولذلك هو يسدين عيري وحكا استوحي ده دين مقاييس كالقوان هالله سمعي هيدا رياضة وبعد قبرنا نهبرت انتو ننكو نهبرت انتو هاي مايا مايا لكن لبرتن سي مايا قبرنا قبرنا هلبرتن تونا ننكو ننون هلبرتن دي مرة داد برتن كانت اما وده برتن سي اما قفوا لباش غدو قبرنا ايها قفصدو هو قبابا هنا وحينو لانا هاي مركا هو انت مسلمات داي اي عصر غان نولي رسالة حو قنبا صهارا وي عصر غان وكفتنا اي امتحان بدن اي عصورتي هورا ما أنت هذا قاعد دبده بحين أو ميل نتجين أي ويل مرايك كفردية ما لندن فردية قرية جو حلقة كذا نغمة وتوجيهية لسورد في سكول يوم ميل إنه ده نضد بالغو بره وحاسمة شيران وحلا الربا قرية جا سيدو إيجي هاي لندن لوجا تليه ألعب تدريب سنة لندن مالك حياسية قرية سيدا ألعب تلورد قد جا لندن مالك حياسية تي في غورغا لا دغانا يلان دبا لاغا خايسيا غورغاغا وخيا لا قاب كوغي هدان غوريها ندبو نوقونو دمان تي ويل يرو لندن ما نيويورك ما ميل كلا فديا ايا ديزاين غريي سيدو وغينا نا وكو راعنا واي تي في وكا صوبخاي بلهيم كو خاي مريسا اول امدو هو خيل هان جيرن عنا كلا غديسنو ددانا ان اي لينا بارو كيتشدا سيدا وخ لوغو كاريو او لينو بارو سيدا ايغو وخو كرسنايي سيدا يجو حكر سنة، مركّم كرير بريرك وكل عقب بدن يجو حربا، قلبك جوري جيا لا كتشدو يروك هذا كي قلبك جيا لي، سين لا سماين كاره، تي في جو حك الصباح يوحي قلبك اللي هو عنشري، أنا كمان ورما يوي دين ملهي عنا ضوينا عنا وياك تحارة ويا ندين ملهي،
لكن waxaan idin tilmaamayaa sida la rabo in leeyno hoggaamiyo aynan inagu waxba u yeelanin waxaad cunaysay waxaad huwanaysay waxaad guriga dhiganaysay saad u noolaanaysay lifestyle kaaga noloshaado dhan waxa la rabaa in la hago adna aad sidii neef xoolaadaba socotid design cusub baa soo baxay haye maxaynu samaynaa sariiraha la bedelo kabadhada la bedelo nahay bilaay adigu kuwii bergii hore dadku ka baxay baad haysataa hadda kuwiina way iskaga seexataa bal kuma qabto laakiin waxa laynaga tawjiihiyey TV-ga iyo intan bahalka ku jirta iyo nimankan baa mashtarka waxooda shaqaysanaya waxaan rabnaa gabadha muslimadda inay identity-geeda yeelato ID-gu muxuu sheegaa card yaro ID sama wada haysataan ID-gu wuxuu sheegaa qofka tahay heblaayo hebel oo daadeedu intaa tahay oo waqtiga dhalatay oo magaalo heblaayo ku dhalatay oo nationality-ga leh intaas u sheega waxaynu u baahanay your islamic ID inuu kaa muuqdo ID-gaaga marka kor loo qaado inay ku qoranto heblaayo hebel oo ilaahay abuurtay oo addoon ilaahay oo aakhiri rajaynaysa inuu ka soo baxo taasi waxay u baahan tahay tala iyo fikir iyo qaab loo noolaado waxay u baahan tahay inaad yeelato shakhsiyaddaada inaan cid kale ku hagin ee adiga diintaada iyo ra'yigaagu inuu ku hago maxaad u baahan tahay inay ku hagto maxaa suuqa soo baxay maaha waadugu maxaad u baahan tahay waxaa laga yaabaa guryeena haddii lagu noqdo kabadhanoo bikeeriyaal ka buuxaanoo weligiiba biyo lagu cabin inaad aragto waayo stylekaa caynkana in inta halkaa lagu guro in inta halkaa lagu guro inta saa laydhaho waa gurigu designkii loo design gareeyaa nooca kana waxay ahayd adigii materialka waxay idinka dhexeeyaa inuu noqdo waxaad u baahan tahay maxaad u baahan tahay wixii aad u baahan tahay gado wax kastaba ha noqdo waxaanad u baahnayn yaan lagu marsiinin iska dhaaf wixii dantaada kuu samaynaya technology-ga niman ka shaqaynaya waxay rabaan maalin walba wax cusubay soo saaraan waayo waxaa la rabaa in maalin walba lacag la helo bahalkan yar horteeda yaalla waxaa laga yaabaa shaqadan u baahnay inuu qabto laakiin barraa TV-ga laga xayaysiinaya mid 200 gigabyte soo baxay oo bahalkiisu inta iyo caynka iyo caynka iyo markaas oran waa sheekhta adigu kii horeed see tahay xabadka dambe aan ku siino xabada ka dambe maxaan ku qabanaya anigu waxbaan qoraa karina waxay wuu qoraa waxbaan qabtaa kani wuu qabtaa qofkiisu weydiin maayo war waxaan shaqadayda aniga wii qabanayaa ee maxaan ku falayaa waxa kale idan waxaan leenahay gabadha muslimadda ha barato nolosha inay muqtasid noqoto inay nolosha waxay u baahantu ka qaadato marka qodobka ugu dambeeyaan idin tilmaamaya waxa weeyaan gabadha muslimadda waxaan ka rabnaa casriga noole inay ID-geeda yeelato identity-geeda inay yeelato inaan meel kale looga talin ama TV ha ka warramo ama jaridad ha ka warramo ama jaamacad ha jooga ama wuxuu doona ha jooge qofka muslimka ahi inuu diintiisi waxay u sheegtay iyo ra'yigiisa iyo baahidiisa inuu ku dhaqmo waxaan u baahanahay waan gadan waan qaadan nolosha wixii aan uga baahnay wixii aanan u baahnayn waxba isku rari maayo qiimana ma samaynayso waxaan ku koobayaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka dumar badan buu kaga warramay almar'a almuslima maanta nool waxay leenahay dowrkay nolosha ku leedahay waa kaa qur-aanku ka warramay doorkay ku lahaayeen ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramay gabadh fircoon qabay xaaskiisii oo iyadu muslimtay oo fircoon dadka wuxuu ku harowsaday baa ilaahay yidhi markuu muuse rabay inuu dadka kala hadho alaysa lii mulku misra wahaadihi lanhaaru tajri min taxti bukufaani war miyaydaan arkaynin boqortooyada masar oo dhan inaan leeyahy iyo webiyadan hoosta dareer iyo waxaan oo dhan inaan ugu haysto iyana maxay ka doorbid rabbi ibni lii baytan fi ljanna wanajini min fircawna wacamali boqortooyadan iyo waxaan hoos yaalla iyo webiyadan dareer iyo waxaan oo dhan ilow adaan kaa doortay bay leedahay ee guri jannada iga dhis ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadha wuxuu ka dhigay qur-aan la akhriyo ilaa qiyaami saaca waa maamuus in rabbi ku magacaabo oo ku sheego dhaqankaad samaysay oo ilaa qiyaami saaca muslimka nool la yidhaahda waxaad ku wardinaysaa imra'atu fircawn warkeedaad ku wardinaysaa ilaahay ugu dhowaanaysaa waa manzila sarraysa in qof dumara oo qarnigii fircoon noolaa la noolayd soo hadalqaadkeeda iyo qisadeeda ka sheekaynteedu ay noqoto wardi ilaahay loogu dhowaado qur-aan oo la akhriyo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa haweenay karaamaad intuu ka dhacay nebigii uu iyada ku dayday
مريم بنت عمران مريم إلهي قرآن كو ورمية النبي الله زكريا وصوق علي تبتنا وحويدية مركو وصوق علي مركو صوق علي راشن بوغي ما ضيضه هاي سطة مريم أي حاجات راشن كانت إبالي فهي علماء دو إدادة راشن كوغي من يمو أهين راشن حتى قفكو وقران كرين سوق عيد وكين توعد السيسي وهي بيدا دين راشنوكو أركي علامة دي وقت قبال لهين يعني مثلا مرها بيرها مرهودو قارنا قبوبه قوة قارنا كليله قوة كليلها واحد قوة مثلا تمر تأكله تمر قبوبه قوة ده ما شفته دواجي هرن دلوا حلقو كيدي ما شفته هذا قف ويندر جوا تمر هاي ستاوس ما دو أنا دوجي نتمر المالجة أما وحي سوقو يشري مره شيلان كسوقو يشري أدوه تما دو قف حقاقي هاي ستا هاد قرن سين واحد كليه واحد كده ولذلك أيوه حكوين مريماي واحد حقاتك كنت أقول جبته إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني واحد تلمام يسأل قبرنا إن أنت عبادة ستي عبادة دينا يحط كرامة أقعدي أنت عبادة ستي أي عبادة دينا قطعي محي إلهي سبحانه وتعالى وكرامة كموجيب كرامة دينا با إلهي قرآن كاكو قرأي مكاسا ولي والغو قرأي إن النبي دن كوهم قريسين وسنا إلهي دبو بري هنالك دعا زكريا ربا با إلهي ليه marku arkay gabadhan ilaahay siduu karaameeyay oo waxaan waqtigeedi baheen yabay helayso iyada shaqo tigana cunay helayso ayuu sinay ilaahay bariyay isagoo la ilaahay waan gaboobay islaantina waa gaboobay oo badna waan doonaya sariya haaski sibo gaboobay ayuu bariyay ilaahay u dhaqaaqay ilaahay bay sinay ilmasiyay idan wa quraan ila qiyaamis saaca la akhrinayo qofka dumaray iyo amalkeedi ilaahay rooga waramayo تي المهي دشي يكل سوريدي كو قبتي يا الهي سدود دفاعي وقران الهي الى قيام الساعه كورمي اسماعيل يهو يدي يو هاجر يا كعبه دسيديدي يو حكن الهي سلامتا سهلك اوروردي بيو انا ليغو عابوديا يا سند كي تمرتكتو وانا تصور ردا السعي بين الصفا والمروه وسلان هالرادنيد ميلاي اوردي سعك ماها لكن وقف دمرو دقن اه اني كلسوني الهي كو قبطا موجسي ودغيد انت لما دغدجيي وسكا دقاقي اي تيرم الهي با كفرين اد عند لدي تقتو وكو يري ها اسكا تغ با كو تيرا دا الهي اني داي عماي دي الهي با امري بنان عدلا انت فريستو ان انسك سيدا كو عابدو اسكا تغ با كو تيري ميل ان بنا ادم ما كيما هين ميل بنا ادم كنولي قرب ديروبيا يا قرب ديرو تيميرا سبرارا ما قرب دما وحده هرق يروبيا كو جيران يا انت مري كو جرتو قتك مركي با ودمات مركا رادين هلكاس اي اوروردي الهي با عيلك الا ما انت لا قعبي زمزم كلا يداه اسلاتن كرامه وسي وكرامه قف دمرا و الهي كعبسطي سبحانه وتعالى بل ايه الهي با وحلي ان الصفا والمروه شعائر الله با الهي سلامتا سلامدا بورود اي دخ اوروردي وشعائر الهي سبحانه وتعالى مشو بل هو ركن من اركان الحج حج اذا كان صحيح ما يبا ليلي سلاتي هرادريت هلك اوردو ان ادوردا مويان اذا الرساله دان دين ديبيا وحي تهي نبي يما هي انت مركرا كا ورميا اذا كمان اي قد السنين ودد اي دي غودي اقبلي كما انا هيبا اقبلت ان اي غبد مسلمه ده تهي او ربي قد ربيسن تهي بي راعد وحي هريرا لغا اخري ماي دغيسنين وحي ربي او شيغاي انت كو دقنتي ايا الهينا كراميه او شرفي او ولي كدغ او كرامات كاس كدعه idan gabadha muslimada waxa la yiri rabbiga caabud ku xubnow aydigaaga sido bulshada waxaad u qabataana waxa sharci ku banaayay ha noqoto sallallahu alayhi nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin